شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هنا يسأل كذلك عبد الله، يقول نحن في قرية أو منطقة زراعية وتكثر فيها أكرمكم الله الحشرات التي تؤذي أحيانا من خنفساء وغيرها، هل هناك بأس من إتلافها أو قتلها؟ لا بأس بقتل المؤذي من الحيوانات عموما، لأن هذه الحيوانات إنما خلقت لأجل مصلحة بني آدم، كما قال الله سبحانه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ذكر هذا ربنا عز وجل على سبيل الامتنان على عباده، وهذا يدل على أن الأصل هو الحل، وعلى أن ما آذى من هذه الحيوانات يجوز قتله فيكون في حكم الصائل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الغراب والحدأة والعقرب والحية والكلب العقور. فالحيوانات المؤذية بطبعها أو التي أيضا تكون مؤذية بأفعالها فيجوز قتلها ويجوز التخلص منها. وعلى ذلك فهذه الحشرات إذا كانت مؤذية فلا بأس بالتخلص منها بأية طريقة، لكن لا يكون ذلك بالنار، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. شكر الله لكم فضيلة.